السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد علاء من قناه ايزي بايكر. النهارده هنعرف الخوذه بتاعتي فيها ايه، المستندات بتاعتها ايه، الحاجات اللي انا مركبها فيها، عشان نعرف كلنا ايه الحاجات اللي ممكن تركبها في الخوذه بتاعتك وتبقى كامله متكامله مش محتاج فيها اي حاجه. يلا بينا نبدا نشوف الحاجه مع بعض. طب عندنا دي الخوذه بتاعتي زي ما قلت لكم. الخوذه هنا هتلاقوا ان هي فيها السكرينه بتاعتها سودا. اول حاجه هنلاحظها ان السكرينه سودا، والسكرينه دي انا جايبها بتاعتها، طبعا برضو جايبها من على موقع موتوهوليكس. السكرينه دي طبعا تقدر تتفك من على جنب هنا بضغطه واحده، بتتفك على طول. وشايل على جنب برضو السكرينه وهو الفايزر، طبعا اسمه فايزر، الفايزر الشفاف او الاصلي بتاعها شايله برضو، بحيث ان انا لو سافرت بالليل او رحت حته بالليل يعني الافضل والامن طبعا ان انا امشي بالفايزر الشفاف. فدي اول حاجه هنلاقيها هنا، ده مش ستيكر، ده الفايزر اللون الاسود، وطبعا بيوريني بالليل كويس، يعني انا بشوف ايه بالليل كويس بصراحه. الاسود بتاعه مش الاسود تماما، لا يعني عسلي كده، بس طبعا بيبان ان هو اسود تماما من بره، ومن جوه بتشوفه بيه كويس قوي قوي. طب دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا هي الخوذه بقى لها 4 سنين معايا، فهتلاقوها مهلكه شويه، يعني في بعض الجلد اتقشر منها، بس هي بصراحه سكوربيون يعني ممتازه. السكوربيون دي طبعا وغاليه مش رخيصه، اي سكوربيون بتلاقوها مش هتلاقوها رخيصه يعني مش قوي، ممكن تبدا من 3-4 كده، 4.5، وبعد غلو الاسعار تلاقوها اغلى كمان. المهم طبعا هتلاقوا في الخوذه فتحات تهويه تتقفل وتتفتح، تمام، في هنا كمان تتقفل وتتفتح، كل الكلام ده طبعا علشان الهواء يخش لك دماغك من جوه، سواء بقى متعرقش ويجدد الهواء في الخوذه شويه، بس انا بصراحه مش بحس بيه قوي غير مثلا لما بطلع على الطريق، على الطريق بس بحس بالموضوع ده، يعني اقدر افتحه واقفله وانا على الطريق بس، وبحس فعلا بالفتحات دي يعني، لكن جوه البلد مش بحس بيها خالص. طيب هتلاقي انتوا كتير بيقول لي بتعلق الكاميرا فين؟ طبعا الكاميرا بتاعتنا بتعلق هنا عندنا، ده لزق جاي بتاع الجو برو، ده اللزق اللي ورا ده اسمه 3M، تمام. 3M ده يعتبر اقوى لزق في العالم، ده صعب قوي 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 ان هو يطلع من الخوذه، صعب جدا يعني، ممكن لو انت لزقته في حاجه يطلع بالبويه بتاعتها من كتر ما هو قوي ما شاء الله. فده بيتحط على الخوذه وطبعا بيتشال برده بطريقه معينه، بس انا من ساعه ما لزقته ما شلتوش خالص، تمام. ده مهما حطيت بديل له مش هتلاقي حاجه قويه زيه. ده بيتلزق هنا، في ناس بيلزقوه على الجنب، في ناس بيلزقوه فوق، كتير جدا بيلزقوه فوق، بس انا لقيت ان انسب مكان لقيته عندي هنا، لان احسن زاويه للتصوير بصراحه بلاقيها هنا. طيب وكمان نفس الكلام هنا، ساعات ممكن لو الهواء جامد شويه، يعني انت لو طالع بقى تجيب 300 والكلام ده، لا ممكن تطير منك، ممكن تتفك يعني، وبتحصل، تمام. طيب وبعد كده عندنا دي بيتركب فيها المنظر ده، طبعا عشان انا بصور بايد واحده موضوع يعني، وبعد كده دي بتتقفل بحيث انها ما تتفكش تاني. ده برده كلها جو برو، حتى هتلاقي مكتوب هنا جو برو، كل الكلام ده بيجي مع جو برو، وتحط عندك الكاميرا هنا، تمام كده. على فكره بعض الخوز الحته دي بتبقى مدببه شويه او فيها حروف نوعا ما، ما تبقاش يعني الحته دي سهل يتحط فيها اللزق، فعشان كده كتير بيحطوها فوق او على الجنب. فهنا مش اي خوذه بتلاقي مكان ان هي تركب فيها اللزق هنا. طب ده المكان بتاع الكاميرا لو انت عايز تصور. في عندنا حاجه تانية وهي السماعه، طبعا السماعه بتاعت الخوذه دي من ساعه ما ركبتها وانا مبسوط جدا بيها بصراحه. دي السماعه دي نوعها Q7، بس النوع ده مش لذيذ قوي يعني بصراحه، في حاجات تانية احسن بكتير. دي اتكسرت معايا بسرعه يعني من اول اسبوع، فجاه لقيتها واقعه، لازقها دلوقتي برده بدبل فيس، برده حاجه زي 3M برده كده. وجوه في بيتركب عندك مايك، بيتركب جوه عندك من هنا مايك بيتلزق، والمايك ده برده اتحرق مني بسرعه، طبعا المايك اتحرق دي حاجه مش بايدي، فعشان كده بقول لكم Q7 يعني على قدها شويه، تمام. هي ب 1300، كنت جايبها ب 1300، في حاجات لا بتبقى اغلى بكتير 2003، وشايف انك تدفع مبلغ يعني اعلى من كده عشان تجيب حاجه انضف طبعا، تمام. الصوت بتاعها كويس جدا، بيتركب سماعتين من جوه، سماعتين ورا طبعا، المخدات اللي على الجنب دي او السفنج اللي على الجنب بيتركب وراها سماعات كده بتبقى ايه مسطحه ما بتحسش بيها خالص، بس بصراحه صوتها ممتاز بالذات في الاغاني، في المكالمات مش قد كده. المايك بتاع الخوذه نفسها، المايك بتاعها قوي جدا وكويس جدا، وبسجل بيه التصوير بتاعي وكمان بتكلم بيه مكالمات، وبيبقى اللي بكلمه مش بيبقى مصدق ان انا راكب الموتوسيكل ده بجد، يعني انا ببقى بقول له طب انجز عشان انا سايق، يقول لي انت في البيت، انت نايم، مش عارف. لا هو ما شاء الله المايك فيه عزل كويس قوي قوي، ما بتحسش ان انت بتتكلم اصلا وانت سايق خالص مهما جريت يعني بصراحه. تمام، دي الاكسسوارات اللي ممكن تركبها على الخوذه بتاعتك. حاجه كمان لازم زي ما قلت لكم تغسلوا الخوذه بتاعتكم. ازاي تغسلوها؟ طبعا مش تمسكها كده تحطها في الميه، لا طبعا
الحاجات اللي جوه دي بتتفك كلها، بتفك حاجه حاجه بعنايه شديده عشان ما تكسرش كليبس، ما تكسرش حاجه جوه، تقدر تفك كل حاجه واحده، ما فيش حاجه جوه ما تتفكش، كل حاجه بتتفك حرفيا لغايه ما تلاقي اللي هو لون ابيض، فيه ابيض كتير كده شبه الجبس بيبقى محاوط الخوذه كلها من جوه. فانت تفك كل حاجه من الحاجات دي وتغسلها بعنايه شديده جدا جدا عشان ما يتهراش والحاجات دي ما تقطعش منك وعشان ما فيش حاجه تتكسر، تمام؟ بس على الاقل مرتين في السنه، يعني انا عن نفسي مرتين كل 6 شهور يعني مره لازم اغسلها، تمام؟ اشيل كل حاجه واحطها في مسحوق او في ميه احطها فيها ساعتين ثلاثه، وبعد كده يطلعوا ينشفوا، وبعد كده اركبوها فيها تاني. طبعا بينشفوا حوالي يوم او يومين، فبيبقى حوالي 3 ايام ما بنزلش بيهم من الموتوسيكل، بس بنقي انا اليوم اللي ايه مش بنزل فيه الموتوسيكل وانزل بيه الخوذه بتاعتي. ودي كانت نظره سريعه عن الخوذ، انت تقدر تركب فيها ايه او ايه الاكسسوارات اللي تركب في الخوذ، وشرح سريع يعني كده على الخوذ. طبعا لو حد عنده اي اسئله كده في الكومنتات برد على الكومنتات كلها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.